كابتن هاني رمزي في الاستوديو. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ السلام حضرتك ليك، سؤال اهلا بيك. ازيك يا حاج؟ الله يخليك، ربنا يكرمك. ما هو بشاير بقى 90 وكاس العالم، احنا عندنا بشاير حلوه كده موجوده. يا رب ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله باذن الله ويكون موجود ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حاج محمود، عندك خبر يفرحنا ولا ما عندكش؟ والله احنا انا كره القدم انا شايفها هي الخبر اللي هو دلوقتي من الناس منتظران يفرح، يعني حصول المنتخب على مكاننا فرحت الناس يعني. طبعا طبعا. اللي انا شايفه النهارده ان الخبر ان هنلعب ان شاء الله في مصر، كلام بقى ان خارج القاهره ده يعني كان موضوع يعني كان مسبب لنا احباط شديد جدا. المباراه بجمهور في مصر، في خيارات في المباراه، وكان اهم حاجه في الاجتماع ان احنا نحدد ثلاث اماكن بديله او اربع اماكن يختار من بينهم معالي الوزير مع الجهات الامنيه والسياديه اللي موجوده عشان يطلع المباراه باللي يليق بمكانه مصر والرساله واهتمام العالم كله بيها وفرح لسعاده الشعب المصري يعني. لا تاني كده حاج محمود، معلش، واحده واحده يعني. النهارده في الاجتماع ادولكم ثلاث اختيارات داخل مصر؟ حددنا اربع ملاعب، حددنا اربع ملاعب للاقامه عليهم، لان الخيار الاولاني في القاهره خيار اولاني، لكن هو خيار يعني نسبته مش كبيره ومش عاليه، فلازم نعمل نوجد بدائل للملاعب اللي موجوده بجمهور في مصر ان شاء الله. حاج محمود، ممكن تقول لنا الاختيارات الاربعه؟ الاختيارات الاربعه، اول نمره 1 استاد القاهره، نمره 2 الكليه الحربيه، نمره 3 برج العرب، نمره 4 الدفاع الجوي. يعني افهم من كلام حضرتك ان هو هيبقى ما بين برج العرب والدفاع الجوي. بالظبط كده. لان هتبقى الاستاد اعتقد صعب، واعتقد برضو الكليه الحربيه هيبقى صعب قوي. هتبقى صعب. بالظبط كده، بالظبط كده. احنا كل الهدف ان احنا يعني، وده انت عارف حضرتك اخر ميعاد يوم الجمعه، الاستاد الجواب اللي جه يوم 20 اخر ميعاد للمباراه، يكون مباراه استاد موافق عليه خطه امنيه، ودي الملاعب اللي هي اللي كان عليها كاس عالم 2009، زائد الملاعب الجديده اللي تم اضافتها وتم الموافقه عليها زي برج العرب وزي والدفاع الجوي اللي كان موجود، لكن الكليه الحربيه ليه موافقه. الاستاد اللي لها موافقه 2009 طبعا، وهي صعبه زي اسكندريه، السويس، زي الكلام ده. طبعا احنا ايه، مش عايزين نضيع وقتنا، لكن احنا عارفين الوقت ضيق وعايزين نبعت قبل يوم الجمعه، ان لازم الوفد يجي لنا بكره ان شاء الله. لكن خلاص بالفعل تصريح ان اللقاء هنا في مصر بجمهور، مش مهم بقى على اي ملعب، بس المهم ان هو هنا خلاص. بالظبط، وده حاجه تفرح الشعب كله الحمد لله. ده الحقيقه عايز اقول لحضرتك، ده سالنا الناس كلها، عايزين نلعب في مصر، عايزين نحضر المباراه، فنفسنا ان نقول ان الرساله دي مهمه جدا. نمره 2 متزامنه معاها كمان كابتن سيف، اللي هو عوده النشاط التدريجي بمسابقه كاس مصر، اللي هي ما بين حسب قرار مجلس اداره الاتحاد ان هو ما بين المباراتين، وده برضه وعد بيه معالي الوزير انه يكون على الاجنده في واحنا بنحدد المباراه اللي هتقام في اللي هو كاس مصر، اللي هو استكمال كاس مصر لموسم 2012 2013. الحقيقه دايما اخبارك حلوه يا حاج محمود، بس ما بتفتح الموبايل. والله انا جاهز، ربنا ان شاء الله يفرحنا كلنا ونوصل كاس عالم، والشعب ده محتاج كره القدم يا سيف. انا بقول ان هي اللي هتجمع كده، كره القدم ما بتعرفش اخواني ولا مسيحي ولا مسلم، بتعرف مصري ووطني خالص. عايزين توحدنا كلنا وتلمنا كلنا وتنطلق بينا للمرحله الانتهاريه دي بفرحه كبيره وبتاهل لكاس العالم ان شاء الله. للمعسكر النهارده، البرنامج الاعلاني اللي عمله الحقيقه مستر برادلي محترم جدا ووافقين عليه بالاجماع، وعلي الوزير وافق كمان على دعمه، لان احنا كمان محتاجين نصرف مكافئات ماتش غينيا وماتشات الوديه بحوالي 950,000 جنيه، وافق لنا انه هيدعمنا بمبلغ كبير، احتمال المبلغ كله ان شاء الله، بحيث ان احنا نصرف المستحقات دي في المعسكر، المستحقات اللي برضه حاجه بسيطه، ماتش غينيا والماتشين وبعض المرتبات والحاجات البسيطه هنصرفها بالدفاع عليها، ثم ننطلق للمباراه. حتى طلب الطائره الخاصه الموافقه عليه من معالي الوزير، ان في طائره خاصه لكوماتي عشان ما تروحش اكرا ويبقى فيه ارهاق، كل حاجه. وقال كلمه ان كل في سبيل تحقيق الحلم ده، اي حاجه هتكون من صعاب، من وقت، من مال، من مجهود، فاحنا نحقق الحلم وان احنا نصعد لكاس العالم بعد ال 24 سنه. الحقيقه يا حاج محمود، احلى مكالمه يعني جات لي من فتره، يعني احلى امل الحقيقه اخذناه، بس زي ما عودتنا ربنا يكرمك كده يا حاج محمود. الله يخليك، يعني ربنا يفرحنا يا كابتن، ونكون على حسن الشعب ونفرح الناس كلها، ونكون كره القدم اللي هي البوابه مصدر اسعاد للشعب المصري كامل، زي ما كانت على مدار العصور اللي فاتت ديت، تكون ترجع تاني لهيبتها ومكانتها، حب الناس بيها واهتمام الناس بيها. لنا دور كلنا ولكم دور معانا، ان احنا الناس زهقت من الكلام المتكرر والوجوه المتكرره اللي بتطلع في كل تتكلم في اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، ده خبير امني وده خبير استراتيجي، جننونا، خلينا نرجع
على كره القدم بتبقى كره قدم بس، ملهاش دعوه بالسياسه، ملهاش برنامج بيبدا بالسياسه، كل كره القدم هي الماده اللي بتجمعنا وتفرحنا ان شاء الله. كابتن يا رب نفضل دايما ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا حاج محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره. الحقيقه النهارده يعني خبر كويس، خبر حلو علينا، ربنا يخليك. انا حتى كنت بتكلم معاك في الفاصل